النهارده الساعه 12 مع اللجنه العليا للحكام، وجيت حضرت سالوني كم سؤال وقدمت الاوراق اللي معايا والمراسلات اللي جبتها من الاتحاد الافريقي من كل الايميلات والمراسلات اللي تمت ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي بخصوص الموضوع ده. بلغت برضو اللجنة باختاري لرئيس اللجنة العليا للحكام بسفري قبل ما سافر، وكوبي منه الاتحاد المصري، وربنا يسهل. طب يعني كان التحقيق اتقال فيه ايه، يعني ايه موقف بالضبط اللي بسنا على الاتحاد في التحقيق؟ لا اول اجراء ما بقول لك، يعني انا مفترض اني موقوف لحين التحقيق معايا على اساس ان انا سافرت بدون علم اللجنة والاتحاد. لا انا سافرت وقدمت ما يفيد ان انا اخترت اللجنة واخترت الاتحاد قبل السفر. طب هيكون تصرف ايه في حال ان الاتحاد وقع عليك عقوبة ايقاف مثلا وما اقتنعش بنتيجة التحقيق؟ اعتقد لو حصل حاجة زي كده بيبقى كل وقت، يعني بيبقى اكيد في اجراءات تانية، يعني مش ايه هي ما، بس انا طبعا متأكد تماما ان اللجنة العليا متفهمة الوضع ايه. انا كحكم دولي ما جالي تعيين من اتحاد افريقي، سافرت اخترت اللجنة اخترت الاتحاد، اعتقد ان سير الاجراءات ما يوصلش لاي امور تانية. بس انت متاكد ان السفر بتاع حضرتك لاوغندا كان بناء على تعيين الاتحاد الافريقي اللي هو اصلا صاحب الحق في ان هو يعين حكام البطوله؟ هو المتعارف عليه انه صاحب الترشيح في البطولات اللي بينظمها الاتحاد الافريقي هي اللجنه العليا للحكام في افريقيا. ده المتبع يعني. قدمت الاوراق كلها لتثبت تمام. طب في القرار هيبقى امتى في والله الله اعلم، مفترض ان عشان الاسبوع الجاي كمان بطوله الشركات، فاللجنه ممكن تكون مشغوله شويه، ممكن بعد الشركات باذن الله. يلا توفيق. شكرا كابتن.